قليله مركزي، واذا كان مركب هيكون فيدرالي. شكل الدوله احنا عارفين ان الدوله المقصد من كل محور، هنترك الشرح وهنترك تركيبة بسيطة أو مركبة. في المحور هذا هنبدأ مع هذا كان سبب أساسي خلينا شكرا جزيلا، شكرا دكتور النجاح، شكرا. أعتقد أن الجمهور قدر يعرف حدث اليوم هو مناظرة فيما بين مرشحات عن مدينة بنغازي. الحدث هذا يأتي ضمن سلسلة أحداث أيام العامرة اللي كانت فيه عدة معارض، جلسات حوارية، نقاشات وحفلات فنية، والختام لهن اللي هو المناظرة، مناظرة بين مرشحات عن مدينة بنغازي يتحاورا يبانا قدامنا هل هن جديرات بأنهن فعلا يقدر أن يتحدث باسم المواطن ولا لا. هو الحدث الأخير في أيام العامرة كسلسلة أحداث، لكن هو الأول في سلسلة مناظرات إن شاء الله هتكون لمرشحين عن مدينة بنغازي.